السلام عليكم، الله يعطيكم العافية يا شباب. اليوم إن شاء الله موضوع جديد، هو موقع استبيانات جديد. كثير من متابعين القناة طلبوا مني تحضير هذا الفيديو وشرح على موقع ميند فاين اللي هو براندد سيرفي حاليا. طبعا اللي كانوا يعرفوه زمان كان اسمه ميند فاين، هلا اسمه براندد سيرفيز. طيب رح نشرحه من البداية، من كيف نسجل وكيف ناخذ الاوفرات وكيف نحل الاستبيانات وشو طريقة. راح اشرح تقريبا شرح شامل عن هذا الموقع، وهو موقع رائع جدا جدا جدا. راح اشرح ايجابياته وسلبياته ان شاء الله بهذا الفيديو. طيب البراند سيرفيز، راح نبدا التسجيل مثل اي موقع تاني، هي كلمة ساين اب، وراح اجي لهون اعبي المعلومات المطلوبة، اللي هي راح اخذ الملف اللي انا محضره وانسخ نسخ لصق. هلا راح ناخذ الايميل وراح نروح الباسورد، تعال ننشئ باسورد مع بعض. مثلا ناخذ مثلا هذا اسم الشارع اللي هون، يعني مثلا اخذنا اسم الشارع وحطينا له رقمين صار باسورد. الجندر فيميل على ما اعتقد، فيميل، كونتري يو اس اي. طيب هون عندنا الرمز البريدي، زد اي بي كود 9041، تاريخ الميلاد، هاي طبعا انتم اكيد كلكم تعرفوا هاي الشغلات كتير سهلة، اكتوبر 21 1981. طيب هون بحط على I am not spam boot، وانا موافق على شروطكم، هاي انا مو ريبوت يعني مو آلي، وانا موافق على الشروط وساين اب. طريقة تسجيله كتير سهلة. هلا راح نروح على الايميل، طبعا راح يبعتنا على الايميل، وراح ناخذ الكود التفعيل نكبس عليه وبصير الحساب مفعل. ممتاز. طيب في فكرة صغيرة بس، هذا الموقع شبيه موقع اسمه تولونا، انا متاكد انه غالبيتكم بيعرف موقع تولونا. في شغله يمكن غايبه عن كثير من العالم، ثواني بس اروح على الايميل وافعل، بعمل له اكتف اكونت. طبعا مثل ما انتم شايفين لقيت رساله. شوفوا دائما انا بحب لما اروح على، مثلا اذا بشتغل على الجيميل اي موقع استبيانات افوت عليه لازم اعمل هاي الشغله الصغيره اللي هي كبسه هون واقول له اد براند سيرفي تو كونتاكت ليست. هلا بس تعملوا له اد هون بصير اول شيء الرسائل ما توصلك على السبام وما توصلك على الاكتف، وانا ما اعتقد الانبوكس وكل مواقع الاستبيانات بيطلب منك طلب انك تعمل هاي الحركه انه تعمل اد تو كونتاكت ليست. راح اقول له اكتف وراح ارجع على الصفحه اللي انا فتحتها اول ما قبل الاكتف اللي هي هاي الصفحه. هلا راح اشرح، بس راح اقول اول نقطه اللي هي موضوع البروفايل سيرفيز بالانبوكس. يعني احنا كنا نشرح دائما كيف لازم نحل البروفايل سيرفي اول شيء، اما بالبراندد سيرفيز او الميند فاين والتولونا يفضل انك ما تحل البروفايل سيرفيز ابدا ابدا ابدا. يعني مجرد ما حطيت البروفايل سيرفيز بصير مساحتك لحل الاستبيانات اقل، يعني بصير امكان يعني الاستبيانات المتاحة لك بتصير اقل وبصير يطلعوك من كل الاستبيانات. فأنا بنصحكم هاي النصيحة الصغيرة اللي هي إنكم ما تحلوا البروفايل سيرفيز، هاي أول نصيحة. النصيحة الثانية إنه لتاني يوم لتاخدوا تبدأوا تحلوا استبيانات. شو يعني؟ ثواني رحت على الحساب المكتف. طيب هاي الحساب صار مكتف هون. هذا الموقع لا هلا أنت مو فعلت وأكتفت، لا تساوي شيء. تاني يوم استنى الايميل، استنى بس توصلك رسائل من الايميل على الايميل، معناها الموقع صار شغال معك وصار مأكتف معك 100%، يعني صار انه يبعث لك استبيانات. ابدأ حل الاستبيانات اللي بيبعث لك اياها على الايميل، مثله مثل التولونا. افتح من الايميل الاستبيانات. هاي بالنسبة للاستبيانات، ولا تحلوا البروفايل سيرفي، هاي انا نصيحة عن تجربة بالنسبة للبروفايل سيرفي. هلا راح ابدا شرح الموقع. اول شيء مثل ما انتم شايفين فوق 1000 نقطة هو الحد الادنى للسحب
يعني 10 دولار. 10 دولار هو الحد الأدنى للسحب، تمام؟ طيب هذا الموقع بيدفع باي بال، يعني الناس اللي بيحبوا يعني الرصيد على الباي بال، هذا الموقع بيدفع لك رصيدك على الباي بال. وهلا مع بعض مستعرض بنشوف شو المواقع اللي بيدفع عليها. طيب هلا هون عندي كلمة داشبورد، هاي اللي هي مثل ما بسموها الهوم، وهون قديش معي نقط ماي بوينتس، هون السيرفي هيستوري اللي هي الاستبيانات اللي انت حالي لها، يعني فورا بيقول لك انت شو استبيانات انت حالي لها. الديلز مثل الشوبينج الموجودة بالانبوكس دولارز، مشان انت مثلا تشتري شيء بيعطيك بيرجع لك كاش باك، يعني تمام مثل الديلز الموجودة بالانبوكس. الاوفرز اللي هي كتير مهمة بالنسبة لي، هاي الاوفرز نفس اوفرات الانبوكس حتى اكتر شوي. وفي عندي هون كتير شركات مثل اوفر تورو وبيرسونالي وبنت لاب وادويل ادول وتريال باي والاد جيت. هدول الست مواقع هي مواقع للاوفرات. طبعا راح نجي على شرحهم هلا، بس انا راح ابدا شرح بشكل عام بعدين ارجع احكي بالتفصيل. اما انفيت فريندز دعوة الاصدقاء، طبعا هاي في شغلة حلوة هون كتير. اول شيء هون يعني في عندي الانفيت فريندز عشان تاخذ اللينك تبعك، يور انفيت لينك، شايفين حاطين لك اياه، هذا هو الرمز الطويل، هذا رابط اللينك تبعك تبع الميند فايب، ماي ريفرال، عدد الاعضاء، عدد الناس اللي تحتك وقديش ربحت منهم، تمام. طيب هلا هون راح نشوف شو راح يعطينا الميند فايب. هون عم بيقول لي انه على كل شخص، على كل ريفيرال، كل ريفير بيجي لعندك بتاخذ 50 نقطة الا اذا صرت جولدن ممبر. طبعا جولدن ممبر يعني اذا صرت انا واصل لل1000 نقطة وطلبت المصاري ووصلتني، بصير يعني جولد ممبر، بصير اي شخص بينضاف على الميند فاين بياخذ 200 نقطة، يعني 2 دولار، يعني 5 اشخاص بتوصل للحد الادنى للسحب بتصير. طبعا نحن بنصير نساوي احنا حسابات لحالنا واحنا نعمل الريفير لحالنا عشان نوصل للحد الادنى للسحب بسرعه، يعني كل بس يصير جولدن ممبر كل 5 حسابات بيسكروا لك حساب، يعني بوصلوا لك اياه للحساب للحد الادنى للسحب لهون، تمام. هلا انا يمكن ما بعرف اذا هن بيعطوا عموله على اي حدا بيحل، مثلا اذا واحد حل ب 1000 نقطه قديش باخذ عموله. طيب يمكن مو كاتبينها هون بالموقع، بس على ما اعتقد لازم تكون موجوده. طيب بشكل عام هاي بالنسبة لانفيت فريندز. هلا راح نروح على كلمة داشبورد مرة ثانية. طيب هون عم نكبس على كلمة داشبورد، بس تفتح هاي الداشبورد مثل ما انتم شايفين عندي استبيان واحد هون. طيب هلا احنا راح نروح كبسنا على الاسم فوق في كلمة اسمها payment option. طيب هلا رح نكبس عليها مشان نعرف خيارات الدفع الموجودة بهذا الموقع. أول شيء بيدفع براندد باي، هذا بنك ترانسفير بيحول لك على البنك، أو على بنك إلكتروني اسمه دوالا أو باي بال، أو على هذا ريد، هذا دونيشن يعني تبرعات، يعني أنت بإمكانك تشتغل وتتبرع. طيب هون لازم نحط الإيميل الباي بال ونقول له سبميت، مشان الأموال بس نحولها تروح فورا على الباي بال تبعنا. طيب هلا رح نحكي على الايجابيات، اخر شيء رح نحكي على السلبيات اللي هي قليله ان شاء الله. هون في عنا اول شيء في شغله اسمها ديلي بول، هاي اللي هي تصويت يومي، بيعطوك مثلا سؤال صغير مجرد ما تجاوب عليه بيعطوك 5 سنت، يعني 5 نقاط، 5 نقاط، 5 نقاط بالضبط، 5 سنت. هون مثلا بقول ار يو بلانينج تو تيك فاكيشن سبرينج بريك، رح اقول له مثلا ميبي، اقول له سبميت، بيعطيني 5 نقاط. هون راح اشوف هلا كلمة ماي بوينت راح تتغير، شايفين سكسسفولي صار عندي 5 نقاط هون، وفورا بينضاف الرصيد هون. شايف شو كاتبين لي؟ انه باقي لك 995 نقطة. طبعا الديري بول بتيجي كل يوم، يعني ما فيك تحلها كتير، بس كل يوم مرة واحدة. هلا الشغلة الحلوة والخرافية بهذا الموقع، الاستبيانات هون أسعارها متفاوتة ما بين ال 30 سنت
لل8 دولار حتى في احيانا بعض الاستبيانات، في استبيانات ب3 دولار 4 دولار دولارين دولار مشكرين. استبيانات غالية بس الأغلبية رح تكون ما بين 30 سنت و50 سنت، وللدولار لو الدولارين حتى هاي الغالبية. الفكرة الحلوة وين؟ إنه الاستبيان اللي يعني ما بيقبلوني فيه، طبعا احنا بنعرف إنه موضوع الاستبيانات هو موضوع إنه إذا أنا يعني إذا أنا كواليفايد مثل ما يسموني أو مناسب لهذا الاستبيان بفوتوني على الاستبيان وببدأ بحله. إذا غير مناسب بيعطوني 5 سنت. يعني الاستبيان إذا أنا بحل استبيان وطلعت منه بيعطوني 5 سنت تاني، استبيان تاني بيعطوني 5 سنت تاني، وهكذا. هاي أحد إيجابياته. هلا عندنا هون الأوفرز. رح نيجي على الأوفرز، كتير مهم، لأنه أحيانا في أوفرين أو أوفر أو 3 أوفرات بتوصل للحد الأدنى للسحب فورا. ونفس الأوفرات رح تلاقوها موجودة بالإنبوكس دولارز. طيب هلا أنا رح يعني رح أستعرض الشركات، وعلى فكرة أنا يعني عامل شرح كمان على اليوتيوب للبيتكوين، راح تلاقوا نفس الشركات الاوفر تورو والتريال باي والاد وول والاد جيت بينت لاب. لاحظوا مثلا راح نستعرض الاوفر تورو، يمكن راح نلاقي هون الابونين سكوير على ما اعتقد. هاي الجيم فلاي على فكرة موجود بالانبوكس، بس ما حلينا نحن لهلا، بس موجود، هو لازم تشتري يعني ب 10 دولار. طيب هذا بالنسبة للأوفر تورو، يمكن استبياناته قليلة. رح نروح على البيرسونالي. هذا البيرسونالي كمان شو شايفين، في عليه نقاط كتير غالية. فأنا شو رح أعمل؟ رح أعمل شغلة كتير حلوة. أول شي رح أقول له هاي تو لو، يعني من الأغلى للأقل. هاد ولا العكست، أنا يمكن هاي تو لو، يمكن العكس. أنا شفت، لأني شفت اوفرات اغلى من اوفرات. طيب خلينا نفرض شرحنا هيك، لنشوف الاوفرات الموجوده هون. شايفين نيلسون كمبيوتر، نيلسون ديجيتال. انا ما شرحت عنه صحيح بالانبوكس، ان شاء الله قريبا راح اشرح طريقه حله، كثير سهل ان شاء الله راح اشرح حله. هذا عليه 240 نقطه، ان شاء الله قريبا الفيديو القادم ان شاء الله. وهذا كمان نيلسون ديجيتال، لا لا هذا مو نيلسون ديجيتال، وين اللي فوق؟ لا مو هو، تمام. هذا نيلسون الثاني عليه 225 نقطة. هاي أوفرات غير أوفرات، هاي أوفرات تانية طبعا قريبة على الإنبوكس. أورجيكم أنا ليش بدي، يعني إنه الإنبوكس علمنا إنه كيف نحل الأوفرات، فنحن أي موقع بنفوت عليه فورا رح نعرف نحل الأوفرات. رح أروح على الأدول، شوف الأدول مثلا هون لازم أقول له هاي تو، من هاي تو لو، يعني من الأغلى سعر للأقل سعر. 330 نقطة. شوفوا مثلا هون في اوفرات مجانية، في اوفرات هون شركات استبيانات، هاي عليه 84 نقطة. طبعا الموقع كتير رائع اوفراته. هاي مثلا صحيح، لا هاي الاوفرات اللي هون كتير قليلة. راح نروح على التريال بي، تريال بي، شوفوا التريال بي نفس الاوفرات، شايفين نسمع عليه 180، نفس اوفرات الانبوكس، يعني نفس التريال بيل موجود بالانبوكس. اي بي سي ماوس عليه 120 نقطة، انا عامل عليه شرح كمان كتير سهل ما بياخذ معنا دقيقتين. هاي الاد جيت مثلا، شايفين هذا موقع سواق بوكس، يعني تصوروا اذا بتسجل موقع سواق بوكس وتنزل يعني تمشي على هاي الشروط بيعطيك 1320 نقطة، يعني 13 دولار تقريبا بس مقابل تسجيل بهذا الموقع. شايفين هون كل هاي اوفرات نحن بنعرف تقريبا 3 ارباع لانه موجوده بالانبوكس دولارز. هلا نحن حكينا بشكل سريع شوي او مثلا مبسط او يعني ملخص للميند فاين. في شغله بس بالاخير اللي هي لما نيجي نطلب الاموال. هلا لما نيجي نطلب الاموال، نطلب السحب يعني نسحب رصيدنا احيانا، وهي بنسبة 90% أو 99% حتى، لا 95% عشان أكون صادق، 95% بيطلب مني أحط رقم تليفون. لاحظوا هلا وإحنا قاعدين صار في عندي استبيانين، يعني صار في عندي استبيان تاني وصل لعندي على الحساب. أنا برجع بكرر، يفضل إني آخذها من الإيميل، من الإيميل. طيب هلا قلنا السلبية الوحيدة يمكن اللي أنا شايفها بهذا الموقع هي الرقم التليفون. لما نيجي نطلب المصاري الفلوس فورا بيقول لي
حط رقم تليفون مشان ببعث لك كود عليه. طبعا انتم بتعرفوا شركات الوساطة كثير فيهم ببيعوا ارقام تليفونات مشان تاخذوا هاي الاكواد. يعني طريقتها يعني الاكواد كثير سهلة. وان شاء الله انا بدي لكم عن كم شخص صديق اللي بفعل مندفاين، ارقام للمندفاين. بس بشكل بسيط هذا هو. هلا اللي راح اطلبه منكم اخر شيء قبل ما انهي هذا الفيديو، انه لما تيجي تعملوا تطلعوا يعني خلص تسكر، لا تعملوا تسجيل خروج، لا تقول له لوج اوت ابدا. يعني لا تكبس هيك وتقول له لوج اوت، لا بس سكروا من هون فقط. ولما تيجي تفتحوا افتحوا من الايميل وخالصين. يعني لما تيجي تفتحه اكبس على هون وقول له مثلا اكتف اكونت، او على اي لينك تابع للمندفاين، او اكتب مندفاين، المهم لا تعمل تسجيل خروج. هاي بكل بساطة، هاي مينت فاين، مشان انا بس ما اعمل تسجيل خروج، مشان انه هاي يعني لا يفضل انه ما اعمل تسجيل خروج مشان اضلني محافظ على الاستبيانات الموجودة عندي هون. تسجيل خروج بصير انه عادي، تسجيل خروج تسجيل دخول بصير انا مدقق عليه شوي. فانا يفضل انه لما اجي اسكر موقع الاستبيانات اسكره بس من الاكس من فوق وخالصين، لما اجي افتحه افتحه من الايميل وخالصين. يلا ان شاء الله ما اكون طولت عليكم هذا الفيديو. وهاي تلبية لكثير من اصدقائي اللي متابعيني على القناة. بتمنى انه يكون هذا الفيديو عجبكم. الله يعطيكم الف مليون عافية. اخر شيء راح تلاقوا اللينك لتسجيل بهذا الموقع اسفل هذا الفيديو. سلام عليكم.